طلاب الصف السادس يعطيكم العافية. رح نبدأ اليوم بدرس ضرب الأعداد العشرية وقسمتها صفحة 79. طبعا اليوم رح نبلش نحكي عن ضرب الأعداد العشرية. الحصة الماضية كنا بنحكي عن عملية ضرب الكسور العشرية. الكسور العشرية اللي كنا لما نيجي نكتبها، مثلا أجي أحكي لك 1 جزء من 10 أو 22 جزء من 100، هذا بسميه أنا كسر عشري. أما الأعداد العشرية هي بتتكون عندك من عدد صحيح وأجزاء، إما من 10 أو من 100 أو من 1000. نفس العملية اللي كنا نشتغلها بضرب الكسور رح نشتغلها في ضرب الأعداد العشرية. نشوف المثال اللي عندنا. جد حاصل الضرب 2.5 جزء من 10 ضرب 1 صحيح و3 جزء من 10. أول شغلة نضرب 3 بال2.5 اللي عندنا فوق. 3 ضرب 5 15، 3 ضرب 2 6، 1 7. طيب بننزل الزائد وفي عنا الصفر الحارس، ببلش بواحد. 1 في 5 5، 1 في 2 2، وبجمع 5 زائد 0 5، 7 زائد 5 12، 1 زائد 2 3. هلا بطلع عندي على المسألة كم منزلي بعد الفاصلة؟ 1 2، بمشي من جهة اليمين منزلتين، 1 2، وبحط الفاصلة، صار عندي الناتج 3 صحيح و25 جزء من 100. 2 3 صحيح و45 جزء من 100 ضرب 18 جزء من 100. هلا أنا هون عندي عدد عشري ضرب كسر عشري. هلا ببلش أضرب 8 في 5 40، 8 في 4 32، و4 36، 8 في 3 24، و3 27، زائد الصفر الحارس، ببلش بالواحد. 1 في 5 5، 1 في 4 4، 1 في 3 3. هلا بجمع 0 زائد 0 0، 6 زائد 5 11، 7 زائد 4 11، 1 12، 1 و2 3 و3 6. طيب بطلع هلا على المسألة وبعرف كم منزلي بعد الفاصلة. 1 2 3 4 منازل، إذا بنزل على الناتج بعد 4 منازل، 1 2 3 4، وبحط الفاصلة. العدد الصحيح عندي 0. فرع 3 375 ضرب 2 صحيح و1 من 10. 1 في 5 5، 1 في 7 7، 1 في 3 3، زائد الصفر الحارس. 2 في 5 10، و2 في 7 14، و1 15، 2 في 3 6، 1 7. عادي بعمل خوارزمية الضرب طبيعي. هلأ بجمع 5 زائد 0 5، 7 زائد 0 7، 3 زائد 5 8، والسبعة بتنزل. بطلع على المسألة كم منزلي بعد الفاصلة؟ 1 2 3 4، إذا بمشي من جهة اليمين، 1 2 3 4، وبحط الفاصلة. العدد الصحيح 0. عندنا السؤال الأول، فرع ألف من أسئلة الدرس. 45 ضرب 15 جزء من 100، عدد صحيح في عدد عشري. عادي بنضرب 5 في 5 25، 5 في 4 20 و2 22، حط الصفر والزائد. 1 في 5 5، 1 في 4 4، وبجمع 5 زائد 0 5، 2 زائد 5 7، 2 زائد 4 6. كم منزلي بعد الفاصلة؟ 2، 1 2. إذا صار عندي الناتج 6 صحيح و75 جزء من 100. العملية الضرب والقسمة للأعداد العشرية نفس الطريقة اللي كنا نستخدمها في الكسور العشرية. ننتقل إلى باء من السؤال الثاني اللي هي أسئلة الدرس. 18 صحيح و6 من 10 ضرب 1 صحيح و43 جزء من 100. يلا منبلش بالضرب. 3 في 6 18، 3 في 8 24، 1 25، 3 في 1 عفوا 25، 3 في 1 3 و2 5. طيب الصفر والزائد، ببلش بالأربعة. 4 و6 24، 4 في 8 32، و2 36، 4 في 1 4 و3 7، زائد هي موجودة. خلصت من الأحاد والعشرات، هي الأحاد وهي العشرات، هدول الصفر لا تنسوهم اللي خوارزمية الضرب. عندي الصفر الحارس للأحاد والعشرات، خلصت من هون. هلا ببلش بالمئات. 1 في 6 6، 1 في 8 8، 1 في 1 1، وبجمع
8 زائد 0 8، 5 زائد 4 9، 6 و6 12، و5 17. طيب 8 و8 16، 1 زائد 1 2. هلأ كم منزل بعد الفاصلة؟ 1 2 3، 1 2 3 وبحط الفاصلة، صار عندي الناتج 26 صحيح و598، 798 عفوا جزء من 1000. عفوا هون أنا عندي 4 في 6 24، 4 في 8 34، و 2 36، هيك الحل تمام. إذن لما ضربنا 3 في 18.6 طلع عندي 558. الصفر الحارس تاع الأحاد لأنه خلصت من الأحاد، ببلش منزلة العشرات، ضربت الأربعة في 6 24، وأربعة في 8 32، واثنين 34، أربعة في 1 4 و1 7، هاي خلصت من مين؟ من العشرات، وهي خلصت من الأحاد. هلا ببلش منزلة المئات، لازم تحط الصفر الحارس للأحاد والعشرات زي ما تعلمنا خوارزمية الضرب سابقا. لما اجينا جمعنا اخر شيء طلع عندي الناتج 26 صحيح و598. نشوف فرع ج، انا عندي 7 صحيح و365 ضرب 2 صحيح و2 من 10. هلا بضرب ال2 في 5 10، و2 في 6 12 و1 13، 2 في 1 6 و1 7، 2 في 7 14. طيب الصفر الحارس 2 في 5 10، و 2 في 6 12 و 1 13، و 2 في 3 6 و 1 7، و 2 في 7 14. وبجمع 0 زائد 0 0، 3 زائد 0 3، 7 زائد 3 11، 5 و 7 12، 1 2 و 4 6، والواحد بينزل. كم منزلي بعد الفاصلة؟ 1 2 3 4، بنزل عن الناتج بعد 4 منازل، 1 2 3 4 بحط الفاصلة، صار عندي الناتج 16 صحيح و2030 جزء من 10000. طيب نشوف فرع د، 8 صحيح و6 من 10 ضرب 13، بعمل خوارزمية الضرب عادي، 3 في 6 18، 3 في 8 24، 1 25، زائد صفر الحارس 1 في 6 6، 1 في 8 8، 8 زائد 0 8، 5 زائد 6 11، 10 11. كم منزل بعد الفاصلة؟ 1، بحطها 1. دائما لما بدك تيجي يا سادس تعد المنازل بعد المنازل، بعدين برجع بمشي من جهة اليمين وأنا بعد منازل، عندي منزل واحدة بعد الفاصلة من جهة اليمين بمشي بس خطوة واحدة، صار عندي الناتج 11 صحيح 111 صحيح و8 جزء من 10. طيب هيك أنا بكون خلصت من ضرب الأعداد العشرية الجزء الأول من الدرس. عندكم تدريب جد ناتج ضرب 21 صحيح و5 من 10 ضرب 53 صحيح و28 جزء من 100، حلوا لي اياه وابعثوا لي اياه. يعطيكم ألف عافية يا سادس.